بالراحه خالص، ماشي. كولر بوم 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 بوم، عمل كل حاجه صح. اتفضل. مش في كيرف نزل لكولر قبل ما يصحصح تاني؟ ما تقارنش يا شيخ، لان ده في وراه منظومه اعلاميه وقلق اعلاميه، وده ما راهوش، ده متعري. انا ميدو عايز اقول حاجه، الناس في المنتخب متعريين. ميدو عايز اقول حاجه، كولر كان دخل ضرب نار في كيرف نزل اتعادل كام ماتش ومش عارف ايه، والناس تشكك وكولر وبتاع، ورجع تاني للريتم، وكل ده واخد وقته مع النادي الاهلي. انت دلوقتي بتتكلم ان المده اللي مسك فيها كابتن حسام، كابتن حسام مش احسن مدرب في العالم، وممكن يبقى في ناس افضل وحاجات كتيره، عنده مميزات، ولكن لازم نشوف التجربه وبعدين نحكم. احنا ما ينفعش نحكم يا جماعه في ماتشين رسميين. انت بتقول لي مثلا ايه، اوف هقف هنا بقى اقول لك يا حسام لا انت غلطان. ليه؟ الماتش اصلا تكتيكيا عايز شريف مصطفى محمد، عشان هو مصطفى محمد مهاجم تقيل، انا لازم ابتدي بيه، ابتديت بيه. الاصابه جت من غير تفكير، تبص على منتخب مصر محمد شريف هو الافيد، مش انت عايز تبين ان انا نجحت اوف زي الشامي بدا. تمام. لا بس انا بعترض معاك يا هشام بصراحه. لا انا بعترض معاك والله، لان انا شايف ان انسب واحد كان ينزل الشامي. الشامي يلعب مين؟ يلعب راس حربه. لا يعني انت راجل مهاجم يا ميدو، انت بتتكلم في راجل بيلعب اهلي، لاعب منتخب مصر، بيلعب في الدوري السعودي، ماشي. انا ما بتكلمش على الخبرات، انا ما بتكلمش على الخبرات، انا بتكلم يعني الماتش ده الفرقه بتلعب خمسه ورا، خط دفاع متاخر، مفيش مساحات يجري في ظهر الديفنس. محمد شريف بيقدر يعمل كده برضه. محمد شريف بيقدر يعمل. انا قصدي ان هو ماتش الشامي برضه مقاتل فايتر، خلي بالك يعني اكيد الشامي كان هيبقى احسن من اوفا مع احترامي. شريف هيبقى الاعقل يعني، انا الاعقل والاحسن يعني. انت دلوقتي الخبرات، انت راجل الخبرات ترجح ميدو، انت بتتكلم في اهلي، ماشي ماشي، بتتكلم في اهلي في منتخب مصر، الدوري السعودي ده مش دوري سهل. صح. انت بتلعب مدافعين ليفل. لا انا معاك ان شريف لعيب كويس جدا. انت دلوقتي بتقول محمد شريف هو بديل مصطفى، شريف ده ابني. انت رحت تعالى عامل ايه؟ اوف ده عيني اتظلم باين. انت بص الفرق بين ناصر ماهر، نزل اول كره جات له ليه كاركتر رايح، قرار ما فيهوش سذاجة. بس والله والله راس حربه كويس اوفا طبعا يعني، بس محتاج وقت. بس هي جات له فرص، انا مش عايز اكون ظالم، نزل في وقت صح، انا مش عايز اكون ظالم، نزل في وقت صح. هو مهاجم منتخب مصر المحليين يا راجل. انت بتهزر يا راجل، منتخب مصر المحليين. انا عامل محليين ازاي يعني؟ هو جات له، هي جات له فرصه، ما نتكلم برضه فرصه ايه، هو ان انا بقى فرصه الراجل. طب هو غلطته عشان ما يحاول، ما هي نفس الفكره بس حسن اللي انت بتدافع عنه فيها، هو عمل حاجه الراجل، ما دي قله خبره. هو عمال يجري ورا الناس، عمال يشنكل فيهم يا جماعه. ما طيب ما يعني ده واحد مخضوض، انا بلعب تصفيات اقول لك على ما ينفعش واد يبقى واحد لعيب مخضوض. مش مخضوض ليه؟ مش مخضوض خالص يا الودار ده. محمد جات له حاجه مثلا تبقى، انا مش عايز كوره، انا مش عايز كوره. انت لما بتجري 3 4 كور حوالين لعيب عمال تشنكل في اللعيبه، انت ما عندكش خبره اصلا ولا ثقه. ازاي يا هشام؟ طيب انا لو هنا، لو الماتش جايب لك انا سعيد جدا 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 جدا. انا دي كانت بتاعت مين؟ حسن الاسمر؟ لا عباس الحمود. عباس انا مش عرفت.